حديثا نسميوها يعني الذكاء العاطفي. الذكاء العاطفي تيكون المرأة أو الراجل تيكونوا أقوى من الإبن ولو أنهم تتفارقوا على حيث ما تتفارقوش ديما تتفارقوا غير مؤقتا من أجل هدف معين. علاش تنقولوا قوي الهدف عندك؟ حتى الأم خصها تقوي الهدف، ما بغاتش ولدها يمشي يجيب ماستر ولا يجيب دكتوراه في الخارج وهي ما تقدرش تطلقه ولا تطلق بنته. أنا نقدر نهضر لك حتى على البنت باسكو سي ديفيرون، ولكن هاد العشر سنوات لمسنا على أرض الواقع أن البنات تيمشيو أكثر من الأولاد. انا نعطيك علاش حريه لا ماشي هما اللي تيبغيو فورسيمون، حتى الوالدين ولاو تيدفعوهم، اصبح نضج فكري نضج ديال لوريونطاسيون ديال التوجيه اللي هو معتبر. يعني المعنى ديالها سي كو الام ولات تقول لبنتها انا غنبغيك تمشي حتى للصين. لاحظي انا عطيتها كمثال، نقدر نعطي بزاف لوتريش ولاو تيمشيو لي زونغلوفون الالمان جنوب افريقيا، عندي دي زامي كي سون لابا والمعنى ديالها قوي بحال هذا الشكل هذا. كنظن باللي غادي نبعدوا شويه على كل ما هو يعني تيوريك وغادي نمشيو للبراتيك. حنا وفي نفس السياق ما كتظنش على ان الاباء مثلا خاصهم هذاك العامين اللي قبل، انا مثلا ولدي غير يطلع البروميير اني ديال 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 لو سيكل ليسي نبدا نصيفطو للضريبه دار الضريبه، نبدا نصيفطو يخلص الضو، نبدا نعول عليه شي حويجات اللي غادي يحس براسو باللي هو شخص يعني فاعل في المنزل ماشي في المجتمع. في المنزل كي نبدا غير يغسل يغسل معانو ويجمع لا هي مزيان الواحد يطيب وداكشي، ولكن هادو حويجات اللي يمكن يكتسبوا مع الوقت، ولكن كنظن باللي الحويجات الاخرين اللي كيوحلوا فيهم الشباب اكثر اللي هي المسؤوليه ديال كل ما هو مثلا اداري، يجيب ورقه راسو يوقف عليهم يعتمد على نفسه. دابا انت الاستاذ كيفاش ممكن انك توجه هاد الاباء كيفاش انهم يتعاملوا مع وليداتهم من يوصلوا للسن ديال 15 سنه وكيفاش يوريوهم ويقولوا لهم هاك سير انت مثلا غادي تقوم بهاد المساله هادي؟ ديجا الاباء خصهم يكونوا استراتيجيين، راه ما يمكنش الابن طلب منه يكون استراتيجي والاب ني با استراتيجيك. ماشي حتى الليله وعاد نقولوا لا الا ما دارش ميديسين، نعطيك دي زيكزامبل، الا ما دارش لينا، الا ما دارش لا فاكولتي اكس، الا ما صدقاتش ولا الا هذه نخليوها اون سكون، حنا راه دايرين كومبوس فرانس سي ان اكزامبل. دابا هما يفون لي دو، يعني تيدير الاولى والثانيه والثالثه، ولكن الفو كي سوا استراتيجيك استراتيج تتسمى يعني يكون عنده واحد العلامه، يكون عنده واحد هو تريك بعدا ديجا في ذاته بلغ يصيفط ولده ولا بنته، وخصو اوتر شوز تي بريباري. دابا تلقاو الاباء علاش تنقول لك تبارك الله عليهم من هذا المنبر ديال مساء النور يا مغرب، زوينه عجبتني بزاف هذا مساء النور يا مغرب، تيعلمهم اللغات